السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكم معي فيديو جديد. الفيديو ديال هاد النهار اللي غادي يكون عبارة عن طريقة تحضير العسل منزلي بطريقة سهلة واقتصادية وفي المتناول. كنستعملوه لجميع أنواع المعسلات والحلويات. نخليكم مع الفيديو والطريقة والمقادير على بركة الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا ل 2 كيلو ديال السنيده، 4 ديال الكيسان ديال الماء، الكاس الرابع كنعصروا فيه حامضه وكنكملوه بالماء. هي عصرنا حامضه، هو العصر اللي حصلنا عليه. دابا كنزيدوا عليه الماء باش نكملوا الكاس الرابع، الكاس بكاس العنبه. دابا ندوزو للطريقة. كناخدو الكوكوط ولا مهم أي إناء غادي نستعملوه. وكنضيفو فيه 2 كيلو ديال السنيدة. السنيدة من الأحسن تكون النوعية الجيدة. دابا كندوزو كنضيفو الماء، كنضيفو الكاس الاول والكاس الثاني والكاس الثالث والكاس الرابع اللي كيكون مخلط مع العصير ديال الليمون الحامض. هاد القياس هذا بالنسبه لجوج كيلو ديال السنيده. الا كنتو غادي ديرو غير كيلو ديال السنيده راه كديرو غير جوج كيسان. وهادي راه المرحله الاولى تحضير العسل، راه كاينه المرحله الثانيه. صافي كنحاولوا نخلطو ديك السنيده مع الماء مزيان. وكنديروها دابا فوق البوطه، تكون النار تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش قليله. ومره برا كنبداو كنحركوا ديك السنيده. هنايا في الاول راه جهدت على البوطه شويه حتى كنشوفها كتبدا كتغلي شي شويه. صافي عاد كنخليها تكون متوسطه. وكما قلت لكم التحريك مره كنبداو نحركوها. هانتوما راه بدات هنايا كدير ديك الكشكوشه. صافي وكنبداو نخلطو فيها حتى كنحصلو على اللون اللي بغينا في العسل. هاد العسل هادي كما قلت لكم راه خاصه بالمعسلات، بما انه دابا شهر رمضان كنحتاجوها في المعسلات والحلويات. راه سهله ديال سهله التحضير واقتصاديه. هنايا راه شتو اللون ديالها راه بدا كيتغير، ما بقاش داك اللون الابيض. وهاد العسل من الاحسن ديروها في شي اناء يكون ثقيل بحال الكوكوط، المهم شي حاجه اللي تكون ثقيله ما تكونش رقيقه. ها هو اللون، نتوما كتحركوا كتشوفوا حتى كتحصلوا على اللون اللي بغيتوا، غير ما تخليوهاش حتى تولي مغموقه بزاف. ها هي العسل ديالنا من بعد ما حصلنا على اللون اللي بغينا. هو كيكون هكا، ما كيكونش غامق بزاف وما كيكونش مفتوح. صافي كنطفيو عليها كما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه.
حنا دابا راه شعلنا عليها. والمرحله الثانيه نفس المرحله الاولى، غير المرحله الاولى درنا فيها الحامض، المرحله الثانيه لا، غادي نديروا 4 ديال الكيسان ديال الماء. بالنسبه للماء يكون بارد ما يكونش دافي ولا سخون صافي، وكنضيفوا عليها. ولكن خصكم تردوا البال، راه بعض الخطرات راه فاش كتكبوا عليها الماء كتفور بحال هكا. الكاس الثاني والكاس الثالث والرابع حتى كنكملوهم. من بعد ما ضفناهم صافي كنحركوها وكنخليوها مدة 10 ديال الدقائق، ما تفوتوش عليها 10 ديال الدقائق صافي، وكنطفيو عليها والعسل ديالنا كيكون واجد. حيت راه الا خليتوها اكثر من 10 دقائق راه العسل فاش كتبرد كتجمد. واخا تشوفوها مازال جاريه، راه واخا تخليوها راه غادي تجمع راسها من بعد. هنايا من بعد ما داز ديك المده ديال 10 ديال الدقائق صافي طفينا عليها وخليناها دابا، نخليوها دابا حتى تبرد مزيان واحد مده 3 ساعات ولا 4 ساعات، ولا تقدروا ديروها بالليل وفي الصباح تستعملوها. كتخليوها صافي حتى كتشد راسها. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال العسل من بعد ما خليناه برد. تقريبا انا خليته هنايا واحد 3 ديال الساعات كنحصلوا على هذا الشكل هذا. شفتوا القوام ديالو كي داير. وهذا العسل هذا كما قلت لكم كنستعملوه في المعسلات وفي الحلويات، اقتصادي وسهل التحضير ومنزلي. نتمنى انكم تجربوه، ونتمنى انكم تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنسونيش بلي لايك وبالبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش يوصلكم كل جديد. وانتظروني في وصفات رمضانية إن شاء الله، وفرجة ممتعة، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.